سلام زوينين، كداير لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، وبغي نقول لكم رمضان مبارك مره اخرى، ويا ربي يجعلوا مغفره للذنوب ومغفره لاي حاجه درناها وبدايه زوينه في حياتنا كاملين يا رب العالمين. في هذا الفيديو كنت نبارطاجي معكم الاجواء ديال رمضان دارنا في بيتنا الصغير مع الأسرة الصغيرة. هاد العام نور الحمد لله دابا دارت 5 سنين وتقريبا شي 4 شهور، فوليت أنني ولا عندي مهم جدا أنني نحسسها بهذاك، هي ورجلي طبعا، ولكن خاصة الوليدات الصغار، بهذاك الجو، الجو ديال رمضان، الجو ديال العيد. فقلت حتى إلا كنت ما كنعجنش ولا ما كنديرش زعما بزاف هذاك الشيء ديال الكوزينة، غنولي نديرو وغندخلها معايا. وهذا الشيء علاش الفيديو اللي قبل راك شفتونا درنا هذاك الكيكه اونصومبل. اليوم بلا ما نحرق لكم المراحل نخليكم تشوفوا، فحا كنحاول اي حاجه طيبتها ندخلها معايا حتى هي تشوف، حتى هي تعيش هذاك الجو، لانه يعني الدراري الصغار هنايا راك عرفتوا يعني دوله ماشي مسلمه، الا ما درناش شي حاجه مختلفه في رمضان في الاعياد في كلشي المناسبات الاسلاميه، فباش غيعرفوا، باش يعرفوا الفرق وباش غيعرفوا انه شي حاجه لي سبيسيال. فغنخليكم مع هذا الفلوغ وكنتمنى يعجبكم. شكرا بزاف على الدعم كالعاده، على لي كومونتير وعلى لامور اللي كنحس فيه من بزاف الناس متابعين القناه. شكرا بزاف وعلى بركه الله. هنايا مسمن درتو كويرات بحال هكا وخليته باش العجينه ترخى. عمر درتو لي البارح اول مره في حياته حيت دايما كنشريو وعجبو، دابا قالك صافي عاود يديريه كل نهار، فخليت هاد العجينه ترخى دابا شويه ونعجنها. ونور تعاوني. بيبي وات ار وي ميكين رايت ناو؟ توداي وي ميكين سمين. ام غان تيل يو ذا انجريدينت. وي هاف سم فلاور، ذير سم فلاور، يو سي ذات؟ اند ذس از باتر، اند ذس از لايك دو، اند ذس از ا تراي فور ذا ثينجز، ذس از لايك فور تشيكن، ذس از لايك فور سوب. دغيا واش ما يديرش ليا هاد الكوبي رايت. تمام تيمنات ما بيهمش غير لا فورم ديالهم شويه مقاداش، ولكن اتس جود سو فار. راه بنتي قالت كتبكي، قالت لك ماك عطيتيني مسمنه وحده معطيني ندير معاك مسمن كامل. خاصمت عليها وبقات كتبكي، بقات فيا وعطيتها ثاني ديرو. يلا ماما، يلا مامي، اما اللي كتقول كيغني. انا كنتفرج في مكتوب زوين هذا الفيلم صراحه. كي مامي شويه ديال الكسكسو، عندي شي شويه الخضره، غير شويه شويه من الحاجه، بقيت كنقلب زعما اش عندي في الدار، فقلت غندير شويه الكسكسو بالدجاج هو عزيز عليه. كيكه بغيت نديرها ما لقيتش السكر البيض، لقيت السكر الماغون، قولي رجاء تبقاي ثاني تفلسفي. فالمرات كنبقى نتفلسف في الماء كنقول صافي ما عنديش هذه نديرها لي، ما عنديش هذه نديرها لي، في الاخر كتخرج لي شي حاجه بشي طعم عجيب. ولكن كنظن كيكه راه با مارش، سكره سكر سكر، غندير في بلاصه السكر البيض ندير الماغون ونشوف هذا الشيء كيفاش غيصدق. صافي هادشي اللي كاين. سينو طيب طاجينكم دابيتي، هو عز عليه الطاجين، انا عارفه بعدا
هذاك النكهه ديال الطاجين سواء باللحم ولا بالدجاج ولا هذا كتجي واحد النكهه زوينه ودربت عليه حتى انا. فدايما كندير اش كندير دايما كنطيب واحد الحاجه غير في الجنب في حاله الا زعما شي حاجه ما صدغات ولا هذا كتلقى على الاقل واحد الاكله ولا جوج مزيانين. ولكن حتى الكسكسو صراحه دربت عليه صافي. المهم كنظن انه غيجي مزيان فغنخليكم معايا تشوفوا البقيه او تتمه ديال هذا البلوغ ان شاء الله. حاجه درت شويه زيت العود غير شي شويه القاع ديال هذا الكسكاس. هنايا شويه الكسكسو كان اش كنديروا ليه كندير شويه الماء دافي وكان كنديروا شنو هذا الفعل ديال هاك 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 كتخلي زعما الحبات مفروقين. شوف ما عنديش انا الفوكابيلار ديال الطيح ولكن الكسكسو صراحه تدربت عليه ولا كيجيبني درته بزاف المرات حتى ولا كيصدق ليا. انت هنايا في هنايا على الاقل في شيكاغو تصوروا طبسيل صغير ما كيبانش ليكم اش كندير هنا ما عرفش كندير ليه هاو كيبان لكم شي شويه. خلاني نتعلم كسكسو. هنايا في شيكاغو الا بغات تاخدي واحد طبسيل صغير ديال واحد فيه شويه لحم وهذا دير كسكسو دابا ولا قريبة 30 دولار كان كيدير 22 شويه 25 26 صافي تقريبا 30 دولار معاك التطويره اللي كتعطيها للسيد اللي خدام تماك 30 دولار يعني 6000 ريال وطبيسيل صغير وما كتبعيش فيه. الوغ زعما الا صايبتيه في الدار كيتقام مزيان وكيبقى ليك يعني. فقلت انا مالي علاش شنو هو هذاك السوق كاع خلعنا وبقيت كنشوف هذوك السيدات في اليوتيوب يعني كاينين لي زانغغيديون والطريقه يعني مضبوطين يعني الا بقيتي متبعه خطوه بخطوه وحطيتي المقادير كما هما كيصدق داك الشيء مزيان. وفعلا هذا الشيء درت واحد السيده ما عندها ما عندها شي جوج مليون ولا ما عرفتش شنو هي المشاهدات حاطه الطريقه ديال الكسكسو. واحد المره قلت ليتا غنركز وجبت هذيك المقادير كما هما كتقول حطي معلقه كنحط معلقه كتقول لي حطي جوج حطي جوج وخرج لي الكسكسو مزيان وصافي من تماك وليت زعما زعمت صراحه الاكل المغربي يعني كأم ضروري سواء عندك مع الطياب سواء كيعجبك الطياب ولا ما كيعجبكش يعني ضروري اول حاجه حتى الا ما كانش كيعجبنا الطياب اولا انا ما كيعجبنيش نطيب كيعجبني ناكل ما كاينش كل يطيب فكندير هذا الشيء لنفسي ولعائلتي. ومنها حتى نور وليت كنبغيها تشوفني ندير هذا الشيء لانه الطياب راه هو الثقافه ولا كولتور ديال الانسان هي طيابه يعني. حتى وليداتك الا ما شافوكش كطيبي ماكله ديال البلاد ولا كديري التقاليد مثلا قلت في ان شاء الله عيد الفطر نصايب الحلوى كنت كنصايبها مع ماما زعما كانت معلمه ليا في المغرب نصايب حليوات بالرد ديال الاتاي نعيطوا على الناس اللي كنعرفوهم هكا لانه الوالدين راه هادشي اللي داروا باش حنايا علمونا الثقافه واخا كنا في بلادنا. ما ادراك ان الانسان كيكون في يعني هنايا مثلا في امريكا وراجلي يعني ماشي مغربي هما يعني حاجه مزيانه فيهم هما بعدا الثقافه الباكستانيه ما كيستغناش عليها عندهم شي 200 واحد وكيدوروا كيلبسوا حوايج العيد في رمضان برمضان والعيد بالعيد. فانا قلت خاصني نثبت الوجود المغربي ديالي مع ولادي باش هما الا ما جيتش ندير هادشي باش غيعرفوا يعني لا كولتور ديالنا اكلنا طبيعنا الى اخره. ايوا حسيت راسي هضرت بزاف ماشي نكمل شغلي. صدق من قال هوم از فود. هوم يعني البيت ديال اللي فيه العائله اللي فيه الحب وفيه الدفء هو الماكله. ملي كنا صغار كنا كندخلوا للدار كتشم هذيك ريحه البخار ديال الكسكسو بحال هكا يا سلام ولا مثلا شم مثلا شي حريره ولا هذا يعني هذيك هي كتولي هذيك الريحه ديال الماكله هي رمز هذيك اللمه زوينه لدرجه انه حتى ملي كتكون في الغربه وكطيبي مثلا شي حاجه مالفه كت يعني نورمالمون كنديروها في المغرب مثلا خاصه الكسكسو بالنسبه لينا حنا المغاربه كيفكرك سبحان الله في دماغك كيتفكر الايام الحلوه كما كيقولوا المصريين. فصافي دابا نعاود نبخ ماشي نبخ والله حتى كنساها ثاني. دابا درت فويره واحده غنجبدو نخلي ثاني برد ندير ليه بايدي هذيك الحركه اللي كنديروها باش يتفرق زعما يتقاد ومن بعد نرجعو وغنمشي نلبس انا ونور جلال بحال بحال باش نديرو يبقى هذا الفيديو فيه هذيك العادات المغربيه واللبس المغربي الى اخره. ايوا احنايا دابا نوري what do you want to say. I want to say the ingredients. I want to tell people what are the ingredients of our cake today. Today we have
flour, 2 eggs, powder, baking powder, sugar. What color is the sugar? Sugar, it's brown with some yellow here. Okay, what else? And we have... Just be careful, we don't want to pour it. We have oil. Mm-hmm. And what's this? Yogurt, blueberry yogurt. And we have a mixing bowl. A mixing bowl for cakes. All right, so now let's get started now. Yes. What do you think? Let's get started? Yes, I think we'll start on this. You know what we're gonna start with right now? What? We're gonna start with cracking. Oh, you know what? Let's do this first. You know, smelling that you got too close to the cake. Yalla, get some more Nutella, just a little bit. Just a little bit, not too much. So, and try to spread it in the area, these areas, you know, like this. And you want to come in, and they're gonna put cornflakes. Yep. أنا هي الحلوة ديالنا طورنا ولي نديرو الحلاوي خاطر عمرت حاجة هذا مكان. شكرا بزاف على المتابعة. كنتمنى انكم بارتاجوا القناة مع الناس اللي ممكن يعجبهم هذا المحتوى. فكما كتعرفوا المحتوى الاغلبية ديالو فيه يعني كل ما يخص امريكا، الحياة في امريكا، بعد يعني فلوغات ديال السفر الى اخره. فمني كنعرف شي حاجة جديدة على العيش في امريكان او القراية ولا شي حاجة كتخص كتسهل العيش في هذه البلاد راني كنبارطاجيها. ما كانش شي حاجة جديدة فراه كنبارطاجي معكم حياتنا وروتين ديالنا البسيط في هذا البلد في هذا البلد. يلا شكرا بزاف على المتابعة. See you next time.